أنا النهاردة الحقيقة كان ليا شرف إن أنا زرت جامعتين من جامعات العتبة العباسية، وهي جامعة العميل وجامعة الكفيل. والحقيقة ما رأيته يسلق الصدور ويدل على إن العتبة الحقيقة يعني متطورة تطور كبير جدا، بتنظر دايما إلى المستقبل، وعشان كده بتجهز بأحدث التجهيزات اللي ممكن تكون موجودة، بتدي إمكانيات لأعضاء التدريس وللطلاب على أعلى مستوى ممكن يتواجد في مؤسسة تعليمية أو في جامعة من الجامعات. فالحقيقة أنا بحيي العتبة على هذا الجهد وهذه النظرة المتطورة السليمة اللي بتساعد ان احنا ان شاء الله شبابنا يخرج متعلم على اعلى درجة، وتساعد ايضا في ان احنا ننتج بحث علمي على درجة عالية يكافئ الابحاث العالمية اللي بتتم على مستوى العالم. فالحقيقة يعني انا بحيي العتبة على هذا الانجاز، وهذا يعني ان القائمين عليها الحقيقة ناس متفتحين بيفكروا للمستقبل وبيفكروا في مستقبل هذه الأمة. شكرا جزيلا لهم وتحياتي وخالص الشكر. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.